إفاكة كبيرة ولا صغيرة يا دان؟ صغيرة، عدد سكانها حوالي 45,000 نسمة، وفيها حوالي 17,000 طالب في جامعة كورنيل. وهي بعيدة عن نيويورك؟ حوالي 4 أو 5 ساعات بالسيارة. فيها مطار ولا لا؟ أيوة، فيها مطار صغير. وكيف الطقس فيها؟ الطقس بارد معظم أيام السنة، وبينزل التلج لحوالي 5 أشهر. 5 شهور ثلج؟ أيوة، من نوفمبر لأبريل. هذا في مصري، وفي الأردني بيطلع من أي شهر لأي شهر؟ من تشرين الثاني لنيسان. وكيف الطقس بالصيف؟ في الصيف كويس، بس في أيام حارة. والربيع، كيف الربيع؟ الربيع ممتاز، الشجر أخضر والزهور في كل مكان، والطقس معتدل، مش حامي كتير ومش بارد كتير، والخريف كمان كويس.